أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: الأمطار تعيد البهجة لنفوس الفلاحين، والثلوج تكسو إفران، وقمم مرتفعات تبقال. أولا إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. تشهد مرتفعات جبال الحوز سقوط كمية مهمة من الثلوج من الساعات الأولى من صباح اليوم، خصوصا بمرتفع كيمدن الواقع نواحي مراكش. واستبشر السكان خيرا من هذه الثلوج التي بدأت تغطي قسما كبيرا من قمم الجبال، وأعطت الحياة للجبال بعد جفاف رهيب. واكتست مناظر الحوز بالبياض، حيث غصت شبكة التواصل الاجتماعي بصور توثق لتساقط الثلوج، التي تبشر أيضا بتعافي الفرشة المائية بالمنطقة. إلى ذلك، أدخلت التساقطات المطرية الأخيرة الفرحة على نفوس الفلاحين بمختلف مدن المملكة. وعرفت مناطق فلاحية معروفة كفاس ومكناس والعرائش وأكادير والدار البيضاء تساقطات مطرية هامة.